مني أنا فوني خليفة ومن فريق عمل برنامج أجرأ الكلام، مساء الخير. الحقيقة إنه لا يوجد كيان سياسي في السنوات الماضية ينافس الأخوان في غموض تنظيمهم الإداري والمالي سوى حركة 6 إبريل، فهم بلا مقر ثابت وأعدادهم غير معروفة ومصادر تمويلهم مبهمة، وتوجد علامات استفهام كثيرة حول دورات تدريبية في دول أجنبية وعلاقات متشابكة يصل بعضها لأجهزة أمنية خارجية، وذلك أيضا إلى جانب اتهامات لبعض أفراد الحركة بالعمالة والتحريض على العنف، وبالإضافة إلى انشقاقات متتالية من شباب كثيرين ظلوا لسنوات في الحركة ثم تمردوا على أفكارها، واتهموا أصدقاء الأمس بأنهم مرتزقة وأحد فروع الأخوان. في هذه الحلقة الخاصة من أجرأ الكلام نفتح ملف حركة 6 إبريل التي اعتبرت نفسها عدوا لكل الأنظمة، وهي حاليا تعصف بها الانشقاقات وتلاحقها الاتهامات وينتظرها مستقبل مجهول سواء قانونا أو حتى على المستوى الشعبي في الشارع المصري. وبالتأكيد سنستمع اليوم إلى أجرأ الكلام تقريرا.